السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا الأعزاء، فيديو جديد بعد غياب طويل بقاعة حسين أبو علي. شاهد أخواننا الأعزاء عنوانه بغداد، منطقة المدينة اللي يجي من يم شارع الفلاح قريب على يا مطعم الشاطئ، اللي يجي من يم شارع الداخل فرع ماجد أبو الموطة نهايته. وهذا حسين ابو علي الطيب. يا هلا بالطيبين، رمضان مبارك. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع. احسنت يا طيب. اليوم نشكركم جبناكم العرب الاصلي. اليوم المفاجآت يا ابا العرب الاصلي، لا ايراني يا فيومي لا هجين. عليك يا بك حبيب، عليك يا بك، عليك يا بك، عليك يا بك. احسنت. عرب لهم عرب عراق اصل براسه مال امه مال ما شاء الله. الزوج ماله ب 2.5 المية مالته ب 125 ليرة. عاشت ايدك. طير حلو نظيف، طير حلو نظيف وماخذ علاجات كاملة. احسنت يا طيب. وموجود برقيبة، نصور من برقيبة عدة نوعيات. هذا برقيبة، هذا برقيبة زوج ب 4000 هم عراق. زوج على 4000. هذا الاصلي عربي ابو رقيبة الاصلي، كله مال الاول يابا. اليوم مال الاول ما شاء الله. وموجودة اينات هم الاناث الاحمر. هذا برقيبة، هذا اللوهمان، اللوهمان الأحمر النثاري، اللوهمان. هاي دجاجات عنده وديوشة أيضا عنده، ديوشة هم موجودات. وموجود الفش كلها خابر على البيت. عاش تيدك حبيبي، اليوم مولعها اليوم. أولنشكم والله أولنشكم. جيب هنا حبيب، جيب هنا عين البشات، جيب هنا أخوي. صحة ممتازة، صحة ممتازة وحلوة ونظيفة. عيني ما شاء الله. احسنت. عين البشات على ايش قد الزوج؟ الزوج ب 3000 توصيل ماكو شباب. المية مالته ب 150 الف ما شاء الله. العمر 7 ايام. طير حلو نظيف، هو ما ياخذ علاج، واحنا نعطي علاج للضمان. حرك حبيب حرك. هاي البشات، اذني البشات، بشات صغار. الزوج على 3000، كميات مفتوحة، توصيل ماكو، لا يوجد خدمة توصيل، اعذرونا يا طيبين. طيب حلو نظيف. قاعة حسين أبو علي، احنا أرقام التليفونات 3 تم موجودات. نعم رجعناكم بقوة. العنوان حبيبي، العنوان بغداد مدينة الصدر سوق قريبة قطاع 45، وليك من الفلاح قطاع 50 عبر الإشارة الثالثة فرع مطعم الساقي مايتي. هاي البشات اخواننا الأعزاء، عمر 7 ايام، عدنا والعود احمد. شباب شاهدي يا طيبين، خافي بيعوكم كلكم، ما راح يصير مالاتي ترى ما انزلاني. راويهم على راحتهم، راويهم العرب الاصلي اللي ما شايفيني. هسه نروح لحبيب تؤمر امر، اللي يقولون هذا الاصلي الاصلي. لا ان شاء الله كل شيء يشوفون على قناة محمد تي في. لايك لايك واشتراك شباب لنا اليوم، ان شاء الله تطولتوها. شو السالفة؟ الفيديو بتاريخ اليوم اخواننا الاعزاء 18/3/2024، حارب 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 اول باول. هذني البشات، الزوج على 3000. جمله مفرد، جمله مفرد، جمله مفرد. الزوج على 3000 شباب. محمد راوي العرب الاصلي. هسه حبيبي نعبر له النوب، نرجع لهم هم على برقيبه وعلى مال المصلحه. بسم الله. حبيب قلبي تعال عيني، تعال تراوي، خلنا ونسكم. اعذرونا شباب ما اقدر امشي سريع، لي انتم تعرفون خاف الحواوين جوا يدوسها خطيه. راويهم راويهم راويهم. بسم الله يا رب عليك. حرك حبيب حرك. العربي الاصلي، العربي الاصلي الاصلي، لا ايراني ولا تيوم ولا تركي ما شاء الله. طيب حلو نظيف، شرط اصلي مختلف الالوان، يعني اعطيك بيه ضمان، تاخذ ضمان. المية مالته، المية مالته ب 125 الف. نعم. طيب حلو نظيف، شرط عرب اصلي. الزوج 2.5، الزوج ب 2.5، المية مالته ب 125 الف. جمله مفرد، جمله مفرد، توصيل ماكو، كميات مفتوحه ان شاء الله. الوان حلوه. احسنت. شد حيب موجود، مية هلا بالطيبين، مية هلا بالطيبين. ابو محمد تيفي حياهم الله، يا هلا بالطيبين. افراخ الدجاج العربي الاصلي. حرك حبيب حرك، جيب لنا ذنيك المناك.
كميات مفتوحة أخواننا الأعزاء. مفتوحة توصيل ما بتشوف. لا يوجد خدمة توصيل. العنوان بغداد المدينة قرب سوق عريبة. أطاح 45 قرب مطعم الساقي. اللي يجي من يم شارع الفلاح مطعم الساقي نقطة دالة. اللي يجي من يم شارع الداخل مثلجات منو؟ مثلجات ماجد. ما شاء الله الوان حلوة. الوان حلوة جميلة. افراخ الدجاج العربي الاصلي. ما اخذ اللقاحات حبيب؟ ما اخذ اللقاحات كله. ايش قد عمره؟ العمر ماله 7 ايام. العمر مالته اسبوع والبشات ايضا العمر اسبوع. كم اسبوع؟ الكميات مفتوحة توصيل ما في. صحة ممتازة. وماكو شيء ما بيه هلاكات اخواننا الاعزاء. لازم هلاكاتك ولازم لازم تطلع ما تعرف على ما تعرف الدار. اي لازم هلاكات اخواننا الاعزاء بس انت دير بالك عليهن. شاهدوا يا طيبين هاي الطريقه حاضنه شباب. هسه بعد الجو ما بيمشي معتدل معتدل يعني تاخذ الطيب دفو بس بالليل. احسنت ما يحتاج دفو بس بالليل. وجوا لازم انشاره يا طيبين. شاهدوا يا غوالي لو تبين انشاره لو تبين لان ما ويا امه هذا مال مفاقس. لو يا الدجاجة تحبنا هذا هو يدور شوية دفو. بل هو العرب بقى مشودت لي البلا البشة ما عليك الهم حطونها هو للاحتياط. انت مشتريه ما فلوسك عيني نذكر المفاقس يا مفاقس. لا ما نذكر. ما نذكر؟ لا بس بطفتش ما سامرة عراقي هو مفاقس سامرة. ايه اي مفاقس سامرة بصورة عامة. مفاقس سامرة بصورة عامة. ما نذكر اسم المفقسة. لا ما اسم المفقسة عذرونا بس هي المفاقس ما سامرة انتاج عراقي. طلع ذنيش طبعا بالحائط طلعهن. صحة ممتازة اخواننا الاعزاء. هذا العربي العادي ابو رقيبة موجود هسه نشوفكم يا العربي العادي الزوج على 2.5. العربي العادي الزوج على 2.5 وابو رقيبة الزوج باربعة. وابو رقيبة هسه راح نروح عليه الزوج على 4000. بسم الله. هذا ابو رقيبة تقريبا ايش قد موجودات ابو رقيبة؟ حسب يعني مرات مرات ماكو. نعم كميه محدوده ابو رقيبه. إيه كميه محدوده على الاتصال. طيب حلو نظيف. زوج على 4000 ابو رقيبه. 4000 دينار. زوج على 4000. طيب حلو نظيف. وايضا موجود اخواننا الاعزاء لوهمان احمر بياض. هاي الاحمر البياض. هاي الاناث اخواننا الاعزاء. وذكور موجوده. موجود الاصحاب المشاريع اللي صغيره اخواننا الاعزاء. يدللون طيبين. بيه الزوج حبيب؟ الزوج ماله بألفين. الزوج على 2000 لوهمان أحمر بياض. هاي دجاجات ضمان. دجاجات دجاجات ضمان إن شاء الله. دجاجات لوهمان الأحمر البياض. طير حلو نظيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف العرب يختلف شكلهن يختلف. الزوج 2000. الزوج بألفين. الزوج على 4000. الزوج بأربعة. الزوج على 3000 البشات. كله ماخذ لقاحات إن شاء الله. احسنت. وهذا الزوج على 2.5. الزوج على 2.5. وودينا حبيب على المشاريع الصغيره. المشاريع الصغيره اللي هو مال المصلحه لديوكه. تعال يا هلا بمحمد تيفو مره ثانيه بالقاعه الثانيه. قاعات خير من الله طير خير من الله. ربي يزيد ويبارك. تعبناك اليوم ابو علي تعبناك. شو احنا هاي للمشاريع الصغيره الذكور الابيض هذيك النساية وهاي الفحله. هاي ديوكه الالف نزل نزل حبيب. الالف ماله ب 55 الف تخفيضات. الف كتكوت ب 55 الف. حرك حبيب حرك ولو هواي هن بالقاعه. خير من الله عداد ما شاء الله. مفتوحة. كميات مفتوحه. هم هذا ما يطول علاج احنا نعطي علاج. والمية مالته 8000 دينار. 200 ب 15000. 200 ب 15. 100 ب 8000. لاصحاب المشاريع الصغيره اللي عنده مكان. يا هلا بيهم. هلا بيك. لو عنده مكان صغير يسترزق فقط ديوكه. فقط ديوكه هذا. يعوعن لو ما يعوعن مرات من يضوجن حبيبي. عيل انت يوميا تعال من هيك وقت. الفيديو 18/3/2024 يوم الاثنين اخواننا الاعزاء. ونزلت مقاطع على التيك توك على الانستغرام اللي يحبون ينورونه. مقاطع قصيره نزلت. حرك حبيب حرك اخويا حرك. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اعذرونا شباب الحركة مالتي شوية بطيئة لأن القاعات متروسة. شاهدوا يا طيبين كميات مفتوحة. شاهدوا يا طيبين مفتوحة. طيب حلو نظيف. الألف ب 55 ألف.
100 ب 8200 ب 15000 يا هلا بالطيبين. اي حبيبي شوفنا الارانب، اهم شيء الارانب. جبتكم حتى ارانب، جاكم مشروع جديد شباب، حتى ارانب اجيب لكم. صار صار حبيبي احسنت. عيوني ابو علي الطيب يا هلا. هاي محمية جديدة شباب، محمية الارانب. تعال اهم شيء الغوالي، يا بذني الغوالي. هذا ما راوي بس كم، بس للعزاز. للعزاز اي والله. تعال. هذا الندايات، دايات هاي جايكم جديد، طلع منهن ان شاء الله. ان شاء الله مو للبيع حاليا، احتمال مو للبيع. نعم تبقى على الاتصال، على الاتصال، على الاتصال خابر كل شيء سهل. حتى هاي استريح حسين، استريح على ما تطلع لك طوي الارانب مالاتك. طير حتى طير شنو هذا؟ ارانب عمي، ارانب حيوانات نظيفه. على المطيار شغله. حبيبي حسين رب يزيد يبارك. والله هاي الارانب الحلوه احنا يمهن شاهدوا يا طيبين، محميه على السطح حلوه نظيفة. مرتبه نظيفه. هاي منا شيل الخشبه، عاشيل والله شيل لنا خشبه حسين. شوفنا هذني بناتهن صغار، مو بناتهن صغار كبرين. ايش قد اعمارهن حسين؟ اعمارهن هذا اسبوعين. هي ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. الحيميات ما عندك؟ الحيميات لا والله ماكو. عاد جايات تجونا و100 هلا بيكم وبمحمد تي في، وهلا بمحمد تي في، واللايك والاشتراك. يا باب صلوا على محمد. ما شاء الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا حبيبي احنا ما عندنا حقد، شهر رمضان المبارك. شاهدوا ذني ولاده حديث اخواننا الاعزاء، ذني فرنسيات بعدهن صغار ذني. سبحان الله حتى الصغار طلعنا ليفات ما شاء الله. شاهدوا يا طيبين، شاهد يا طيبين، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هاي الارانب الحلوات، ربي يزيد يبارك. حلوات ونظيفات. حبيبي ابو علي سوينا زحمة عليك، خدمتكم على السطح مخليهن، ما عليهن شيء، ما عليهن شيء، ويتكاثر والله خير من الله، وبيهم خير من الله. اللي يريد يشتغل حتى لو لا تشتري من يم، اشتري من غيرهم، خير من الله. الارانب خير من الله، خير من الله. بس يشوفني يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله، ويصلي على النبي، صلى على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. احسنت يا طيب. الى هنا نصل الى نهايه الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لايك. لا تنسونا باللايك والاشتراك، شيروا الفيديو شباب وصعدوا للمليون. ما يخسر شيء والله، قاعد يتعب. انت تدوس لايكات تخسر شيء؟ لا ما تخسر شيء حبيبي الغالي. رمضان مبارك عليكم، وعذرونا على التقصير يا طيبين.